في نقاش سياسي قلت الان بان الاحصاء ما هو يميني ما هو يسار. امين عام للاحزاب هذا المليار كلام الكلام كيقول بان الندوبيه حرمت بعض الباحثين بسبب انتمائهم لحزب ليكون هذه القضيه. رئيس الجمعيه الحقوقيه للحقوق الانسان يقول لكم استعملوا الاساتذه وتاثروا على الدخول للمدرسه. متعودين احنا متعودين بواحد القضيه بحيث يكون الانسان في الحكومه الحزب ديالو هو كل ما درنا شي حاجه قبيحه ديال البطالة وديال التفاوتات الاجتماعية وديال الفارق وديال داك الشيء كيقول لك هادشي كذوب وما كاينش ومن حيث سيكون في المعارضة كيقول لك هذا هو هذا ولا هادشي وهادشي وهذه الحاجة اللي كتكون أتوا فيكم ببعض الكتاب ومعصفون ببعض Yeah.
التيران باي 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 وزارة الداخلية نحسن احنا على قضية ديالهم كيف كيف نعلن على النتائج وقلت خلنا عنها في كيف صليت وكان نجر وبيع السيد وزير الداخلية السيد رئيس السيد رئيس ومسألة وزير الداخلية وانا لبكي نغيت